بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا ربي وفقنا ربي اليوم باش تحصلنا على المرتبة الأولى في البطولة الإفريقية رجال. تعتبر يعني نتائج إيجابية تاريخية لأنه تعتبر أول خطرة في السباحة الجزائرية تحصلوا على المرتبة الأولى. هذا شيء شرف للسباحة، شرف السباحة الجزائرية وشرف للرياضة الجزائرية ككل. إن شاء الله هذا الشيء حيحفزنا باش نحضروا أيضا يعني سيريوزمون وبقوة إن شاء الله للبطولات القادمة العالمية والأولمبية إن شاء الله. ونطلب من ربي إن شاء الله باش يوفقنا وإن شاء الله نكون في الموعد إن شاء الله. ربي حافظك.